توش تلومين تقول عفت البصرة زيادة نطي من حصة البصرة وحصة المحافظات هم ما يصير يعني هو منطقياً ما يصير. فهو ما دام حصة الإقليم إحنا سواء نحاول ندعم هذا الاتجاه إذا كان الرأي غير مقبول أيضاً نسحب رأينا ندعمنا منسحبه إحنا مو جاي نلعب ملعب الإقليم يعني مو ملعبنا هذا إحنا ملعبنا الوسط والجنوب وهاي محافظاتنا من الشمال والجنوب طبعاً. يعني اليوم راح تسحبون كل مواقفكم اللي ضد الديمقراطي؟ لا ليش أقول إذا كان غير دستوري راح تتنازلون بعد الوساطات. اليوم أكو جلسات حوارية بين السيد فؤاد حسين وسيد هادي العامري كطرف من الإطار وطرف من الديمقراطي راح يحلون الموضوع. هذا الشيء حيخليكم تتنازلون عن شعاراتكم أو عن مطالبكم اللي عطلت الموازنة أثر عليك سيد هادي؟ لا ومع احترامنا يعني الحج أبو حسن يعني أثر عليك أبو حسن؟ شيبة محترمة ولها تاريخها ولها باحة وأكيد الخبرة إلها سطوتها، لكن أنا بالنسبة لي ما يمثلني أي أحد داخل القوى السياسية. بالنسبة لي مصطفى سند ما يمثلني أحد. يعني أثر عليك لو ما أثر عليك؟ ما أثر عليك.